المرحلة الثانية إنها تقوم مشروع يتم تنفيذه. النموذج هو عبارة عن مشروع تم تنفيذه. في أقل وأدنى مستوياته ممتاز، إذا كان بشكل متكامل ما في مشكلة، شيء إضافي، ولكن المطلوب هو في أقل إمكانياته. يعني اليوم مثلا واحد عمل تطبيق مثلا أو موقع لإتاحة منتجات للبيع، فهو عملها بشكل جدا جدا مبسط بدون النظر لأي تفاصيل، سواء كان من الناحية الأمنية للحماية، أو من ناحية إنه هي يكون فيها تعدد بائعين وإلى آخره وتفاصيل مختلفة. لا، ما نواه الكلام، هو الأشياء البسيطة السهلة الخفيفة اللي تؤدي الغرض بس. طيب، هذا حيكون